النهارده. افتحي وخدي مني يلا. يلا مش خساره فيكي. خد في ايدي رشدي استهلاكك عشان تقدري تكملي حمامك. يا لهوي يا ربي، حتى اترشيت بقى في الحمى دي عيشة ايه دي؟ يا جنيلة، حتى الهوا في مصر فيه أزمة. ماما سرحي الشعر. والنبي يا نوجة سرحي لها شعرها لحسن ايدي زي ما انت شايفة. تعالي للست مننا. هيلاقيها منين ولا منين بس؟ يا ناهد يا ناهد. ايه مالك؟ عرفت عقرب؟ الحقيني ان شاء الله يخليك اديني شراب احسن، الشراب بتاعي اتقطع. منين بقى يا حبيبتي؟ بقالك اسبوع بس في الجامعه دي استحفلتي جيتار وشرابات. امري لله، ما فاضلش عندي غير شراب، كنت شايلاه للسينما اللي عازمني عليها حمدي. هديهولك بقى خلاص. بلكوا نفسي كمان تروحوا سينما؟ هزر فزر، انس ولا جن؟ مين؟ عبد الشرقاوي. نجوى وحدان عملتيها وحصلتيني. امال كنت عاوزاني اسيبك تيجي مصر لوحدك؟ ما عليكي سنه بحالها من غيري. الحمد لله على السلامه يا نجوى. ولو انك جبانه بشكل، ازاي تبقي في مصر وما تعديش عليا في مدينه الطلبه؟ لا لا لا، انا بجد هزعل منك. طب قولي لي انت عامله ايه مع ناهد؟ انت تسيبيها بقى وتيجي تقعدي معايا نونس بعض زي زمان؟ على مهلك شويه، واحده واحده عليا. لكن قولي لي انت لابسه اسود ليه؟ ما انت عارفه يا نجوى، ماما 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 قربت تكمل سنتين. اديني متداريه في الاسود، ما انت شايفه عرض الازياء المستمر والمستفز حوالينا في كل مكان. بس ما قلتليش ازاي ما تجيش تقدمي التمام اول ما تحطي رجلك في مصر. يا بنتي انا من يوم ما جيت هنا وانا مش عارفه اتلم على روحي، بقالي اسبوع واحد هنا انما روحي بقت في مناخيري. مش هي دي مصر اللي كنت هتموتي عليها؟ ده انت لسه يا ما هتشوفي. تعالي تعالي يا فلحه. سالم زميلنا في سنه تانية والاول على الدفعه. نيفي موني. يعني نيفين ومنير دبلر اولى. دبلر؟ يعني ايه دبلر؟ يعني عايدين السنه في اولى. عندنا في طنطا بيقولوا عليها بيت في اولى. الله، حاجه طازه خالص. لكن انت كنت عايزه تخشي اعلام ولا مساله مجموع؟ لا طبعا، ده كان امل من زمان قوي، من صغري وانا بقول اشمعنى مصر فيها الجرايد وطنطا لا. تصور كنت دايما بحلم اني لما اكبر لازم افتح جورنال في بلدي. احنا كده بقى متفقين، اصل انا بابايا كمان هيفتح لي جورنال كبير قوي بعد ما اتخرج. يا ريت انت تيجي على جنب كده شويه يا اخ مهم. كملي يا نجوى، قولي لي اكيد في كاتب اعجبتي بيه واثر فيك. محمود وصفي طبعا. يا ساتر، هنبتدي بقى نختلف. ليه؟ كاتب مثقف وعنده ضمير مش منافق. طب انت عارفه الاستاذ حسيب محمود رئيس التحرير بتاعه صاحب بابايا الروح بالروح، بيتحايل عليه بيترجاه ان انا اروح اتمرن عنده في الجريده. انا بقى مش موافق، عشان الراجل ده بالذات غتيت، بيحشر نفسه في حاجات ملوش فيها خالص. قريتي يا انسه المقال اللي كتب فيه عن ارتفاع اسعار الكتب الجامعيه؟ طبعا، وانا انسى لما قال ان المعلمين اصحاب المطابع هم السبب. قال المعلمين مش المعلمين. كده اديني فقتها لكم يا بروفيسورات. هو مال هو ابوه صاحب مطبعه ولا ايه؟ لا يا ستي، ابوه راجل عصامي يعني معلم سابقا طبعا. امال بقى ايه دلوقتي؟ الله 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 الله، امال مثقفه وبتقرا جرايد ازاي؟ ابويا يا ستي يبقى المعلم شلاطه سابقا، وحاليا رجل الاعمال الكبير شلاطه بيه. شلاطه بيه اسم حلو قوي، عامل زي الاسامي بتاعت المسرحيات بتاعت اليومين دول. ده كلام يا شلاطه بيه،
محل قد الحق 3 في 4 ب 150 باكو. ليه؟ امضي يا راجل بالصلاه وعلى النبي، بكره هتدعي لي. بورسعيد خلاص بقت مدينه حره بفضل ابنائها الشجعان. حره يعني ما حدش هيضايقك. نبربرم امضي يا راجل. هو في مضايق اكتر من كده؟ ده جبروت. انت يعني كنت اشتريت الارض كلها من المعجرين بكام؟ والله عاد انت هتعمل اسكندول ولا ايه؟ هتكلمني في السياسه؟ الورق قدامك والقلم في ايدك. باقي من الزمن 3 دقائق ونشيل الورق. شيل 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 اشيل الورق. مبروك على الجميع واجعلها خير للكرام وسوى علام وبعد كده نبربرم. يا ساتر يا رب، ما اعرفش ليه للأكل اللي ما قدرتش ابلعه. ما نزليش من زور. ده مش هو بس اللي ما نزليش من زور، ده هو وعربيته وابوه وعمارات ابوه. يا خبر، للدرجه دي؟ اوعي تفتكري ان انا بحقد عليه زي ما هو متصور. انا بس مش قادر استوعب الظروف الاجتماعيه البشعه اللي افرزت امثاله. على فكره انا برفضه لانه نموذج للظروف دي. صحيح، ادي الحلقة يا ستي. بكره كل شيء يتصلح. المهم خلينا في الورطه اللي احنا فيها دلوقتي دي. ايه رايك في فكره متهوره؟ ايه هي؟ هناخد تاكسي اوصلك لشبرا واطلع انا اكمل من الاميريه. ينصر دين، ده تهور. استنى حسابك، اوعى تفتكر الحكايه دي هتتكرر كتير. هو تاكسي واحد مره في العمر. ماشي. يلا. استنى يا ولد، استنى. ايه؟ لا كل سليمه دي. هو ايه يا اخويا ده؟ وانت تفتكر يعني انا ادخل بيتي هنا ريشه واحده من فراخك اللي انت بتتاجر فيها دي؟ الفراخ بتاعتي هي سبب ان نعمل الدفيه دي. ما تقعدي يا ماما تاكلي معانا. طيب يا اخويا، ولو اني بقى انا ايه لهفتني كم حاجه خفيفه كده في الكلاب. ده منظر ياكل حاجه خفيفه؟ وايه بقى الحاجه الخفيفه اللي كلتيها في الكلاب بتاعك؟ شقق فول وطعميه مش شيراتون. فول وطعميه ونيه؟ خلاص مش قادره تنسيهم؟ بقى يوم ربنا يفتح عليك وتعتيه بالشيراتون تشتري برضه فول وطعميه. الله يرحم ابوك اللي كعبه شققت من كتر استرحى بقدره الفول. انا عارف ايه اللي مصبرني على الوليه امك دي. عليا النعمه لو انها قديمه ووش استعد عليا، لا كنت رميتها ب 600 مغلي وخلصت منها. حرام عليك يا بابايا، دي مامايا برضه. سالم ابن حلال. خير؟ مفيش غيرك انت المنقذ الوحيد. لمين؟ لنجوى. غرقانه رشوشتها يا سيدي في ماده علم النفس، مش عارفه تعمل ايه. قلت لها مفيش غير سالم الاول علينا من ساعه ما دخل الكليه. يا ده انا علشان نجوى مستعده اشرح لها بالصبر. بس انا هتعبك شويه، اصلي بصراحه بفهم بصعوبه. وانا هبذل كل جهدي عشان تقدري تفهمي. اتفضلي. ايه مالك يا صغار؟ ايه يا ديدي في ايه؟ في ايه؟ بقالي ربع ساعة بكلمك وانت مبحلق عينيك ومش معايا خالص. اصلها حلوة قوي وغلسة ولذيذة مع ان بقى عليها شحاتي. ايه فزورة دي ولا ايه؟ احدث فزورة في سنة اولى، نفسي احلها قوي. طب شاورني عليها. البت المفعوصة دي عاجبك فيها ايه؟ فزورة. فزورة؟ يعني ايه فزورة؟ دي اكيد عقد طالما قاعدة مع سالم وعز. فزورة صعبة قوي. الزمن ده يا صغنن ما فيهوش فوازير. انت مش عيد ميلاد اختك النهارده؟ اه. خلاص جمد قلبك وروح يا زم، اتلحلح بقى يا صغنن. فين بقيتي صح؟ معلش النجوى بتعتذر مش هتقدر تيجي، عندها مذاكره قد كده. معلش بقى يا سيدي سنه اولى ولسه واخداها جد. ايه ده؟ ولا بتكمل دروس خصوصيه؟ اختشي يا منى، انت مالك انت؟ خسرت ايه ده يا حبيبي؟ ميرسي يختي عليها يا بابا. تهبل يا بابا. طيب يا بابا. كل سنه وانت طيب. يا رب يا ماما. شفتي السويره؟ اجريسيف خالص. حلوه قوي. حلوه ماما يا اجريسيف. ما تاخدي بقى خيالتيني. اسكتي يا نور بقى. اما النهارده كان عندي مجموعه مع شويه عيال متخلفين تخلف ما حصلش. ايه
يبقى مفيش داعي تستني النهارده. انت ايه؟ مستعفيه على روحك كده ليه؟ انا هو الحد يعمل ايه طول النهارده لف ودوران على الدروس الخصوصيه؟ الحمد لله اني سبت وبدل المجاميع والدروس جوه المدرسه بكرامتي. بكرامتك. مساء الخير يا حلوين. يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ اول مره اشوف قمرين قاعدين جنب بعض. يلا بقى فرفشوا، انا جايب لكم ثلاث تذاكر سيما. يلا جهزوا نفسكم بسرعه على ما اخد حمام. ربنا يخليك ليا، هخلص حتتين الغسيل اللي في ايدي واكون جاهزه بسرعه. حاضر. طيب يلا يا نوجه، يلا بسرعه، انت بتغيبي في الزواج. سلم الايدي اللي انتوا عايزين تروحوها. ده انتوا عاملين زي عيدان القصب المنصوص، مش رايحه طبعا. جرى يا نوجه؟ حمدي يزعل. اروح بايه بس؟ انا اعتذرت النهارده عن عيد ميلاد لاني ما عنديش حاجه البسها. انا مش فاهمه ازاي انت لسه عندك القدره انك تفرحي بتذكره سنك، مع انك جميله ومتعلمه وممكن تستمتعي بحياتك اكتر من كده. ما انا عايشه حياتي اهو وبتفسح مع جوزي. فسحي، تروحي سينما، روحي شوفي الناس بتفسح فين وعايشه ازاي، روحي شوفي بيوتهم شكلها ايه. السعاده مساله نسبيه. انا وحمدي اسعد من ناس كتير عايشين في فيلل وقصور. ادعي انت بس ربنا يرزقك بابن الحلال كده اللي يحبك وتحبيه، هي دي اهم حاجه. انا يلا يلا روحي البسي وبلاش الافكار السوداء اللي في دماغك دي. يلا صباح الخير يا سالم. صباح الخير. يا ساتر، في حد يجي مكشر على الصبح كده؟ انا اللي مش فاهمه انت ازاي سعيد ومبتسم كده على طول، وش معنى انت يا بنتي؟ دي حاجه بتاعت ربنا، ده لولا الامل في بكره كان الانسان فشل في حل مشاكله ويخلص من حياته بنفسه. امل؟ انا بقى ما عنديش امل في النهارده ولا في بكره ولا حتى في امبارح. امل ايه ده اللي هيحل مشاكل الناس؟ جبت الياس ده كله منين؟ ابويا اللي عاش شريف ومات وهو سايب لنا ملاليم، اكيد كان عنده امل. اختي وجوزها اللي عايشين عاملين زي تراني السواقي، اكيد هما كمان عندهم امل. وانا اللي عايشه على 20 جنيه بتبعتهم لامي بعد طلوع الروح، اكيد انا كمان عندي امل. امال بس ازاي تتحقق؟ تقدر تفهمني؟ انا ممكن اجاوب على سؤالك بكلمه واحده، الحب. الحب ممكن يكون وسيله لتحقيق امال كتيره، ممكن لوحده يكون غايه، يعني هدف في حد ذاته. يلا اكتبي يا حبيبتي. قطة قطة قطة. ايوه كده. بطة 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 بطة، مش بطة. مصيبة لا بنتك تطلع زي الهلال اللي عندي في المدرسة. وده جاي. نعم. متأكدة من حكاية السكاشن ولا أروح أسأل عليها بنفسي؟ سكاشن إيه؟ اللي اختك بتقول انها تحضرهم بعد الظهر. اه طبعا يا حمدي، انت جرى لك ايه؟ اصل الواحد بيقرا حاجات اليومين دول في الجرانين تشاي. اظن ده كتير قوي يا حمدي. خش يا حبيبتي اوضتك يلا. اللي بتتكلم عنها دي تبقى اختي، مش كده ولا ايه؟ يا ستي هدي يا اخلاقي، انا لا بشك ولا حاجه. بالعكس انا عاوز احافظ عليها لان بعتبر انها زي اختي بالظبط. ما هو مش بعيد تشك فيها انا كمان. نهدي. انا عايز اقول لك حاجه بس من غير زعل. شوفي، بالرغم انكم اخوات بس انا حاسس ان في فرق كبير قوي بينكم وبين بعض. بذمتك انت مش عندك نفس الشعور؟ مش معقوله يا حمدي. انت بقى نجوى ولا انا غلطانه؟ ما تتخضيش قوي كده، انا برضو من شله موني وسالم وعز، بس انا بقى ما بجيش الكليه الا قليل قوي، وسمعت عنك كتير قوي يا صغنن. صغنن؟ انا بقى اسمي الحقيقي وداد، وصحابي قوي بيندهولي يا ديدي. اهلا يا وداد. هو عشان كده متهيالي هنبقى اصحاب، بس ممكن اطلب منك خدمه؟ انا هزوغ من السكشن ده وبعدين هبقى استلف منك كشكولك عشان انقله. طب وليه ما دامينش موجوده دلوقتي؟ اصل المعيد ده بيني وبينك اتقدم لي وعايز يتجوزني. طيب ده سبب ادعى انك تحضري مش تزوغي. اصل يا صغنن لو وافقت على الحضور يبقى مفيش قدامي حل غير اني اتجوزه. طب وليه لا؟ اتجوز مين يا صغنن؟ ده مرتبه ما يكفينيش سجاير. يبقى ملوش لازمه اللي بتعمليه ده، صرحيه احسن برفضك للجواز عشان تقدري تركزي على مذاكرتك وتخلصي وتقدري تكوني نفسك بنفسك. اكون ايه يا صغنن؟ انا يعني هاخد ايه بعد التخرج؟
خدمة عامة و30 جنيه. أنا يا صغنن بقى مش ناوية أتخرج، أفضل أسقط 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 لغاية آخر فرصة ليا وبعدين أنجح وهكذا. في حد يعمل في روحه كده؟ أصل مظهري كطالبة بينفعني في البيزنس بتاعي. أنت بتشتغلي إيه؟ طب عن إذنك يا صغنن، لحسن أمنا الغولة مقربة علينا. كنت بتتكلمي فيه مع البنت دي؟ ايه عايزه؟ بنتكلم. البنت دي سمعتها زي الزفت، ما حبش انك تتكلمي معاها تاني. ليه سلام؟ انت بتكلميني كده كانك بتكلمي عيله صغيره واقفه قدامي. انا مش عايزه كلام كتير، بقولك ما تتكلميش معاها وما تعرفيهاش. لا بقى هكلمك كده اهو. طب انا بقى من سكه وانت من سكه. لا مؤاخذه بقى نجوى دي اكتشافي، اوعى تتصرف في حاجه غير لما تستاذن مني. بلا خيب، ما انا اكتشفتها قبل كده. بس الظاهر الواد سالم ده مايل دماغها. ما تخافش يا صغن، ده حب سنه اولى يختلف عن تانيه وتالته. انما سنه رابعه بقى الواحده بتكون كبرت وهقت وقدرت تفرق بين الازاز والالماس. يا بروفيسور يا كبير. اهلا عمي. اهلا استاذ فريد. اتفضل يا استاذ منير. يا باباي انت بتنفخ وعم مقابلني مش معبرني، ايه الحكايه؟ ايه اللي تزم يا ابني؟ هي البلد خربت من شويه. ايوه. طب هدي نفسك بس يا بابايا واحكي لي ايه اللي حصل. اهدى ازاي بس؟ عاوز اصفي اعمالي بورسعيد وابيع 10 شقق اشتريته من المهاجرين واكسب فيه بركين، في حاجه دي؟ ابدا، لغايه كده ما فيهاش حاجه. بيع؟ قال ايه؟ عمك اللي هو اخويا من لحمي ودمي بيساوموني هو وابنه علشان ياخدوا نسبه. الله. طب عمه وابنه دخلهم ايه يا باباي؟ ما هو في شحيتين باسمهم، ولا يعني كنت عاوز نشتري 10 شقق باسم انا؟ طب وماله؟ ما انت تقدر تعمل اي حاجه. طب بس بس امضي امضي وانت ساكت. تحت امرك طبعا همضي، بس اعرف همضي على ايه؟ ايه هتعصلك زيهم ولا انت كمان عاوز نسبه من تمن الشقه؟ شقه؟ هو انا ليا شقه بورسعيد يا بابايا؟ عندك دي يروح امك، امضي من سكات انت راخر، لا اجيب عليها وطير. حاضر حاضر. وانا اقدر اتاخر يا بابايا؟ اهو وهو. كنت عايز بحاجة تانية يا بابايا؟ لا شكرا. خد 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 دولة، مش عشان مضيت، لا عشان تمنجه نفسك. تشكر يا بابايا، ما نتحرمش. عن اذنكم مع السلامة. اعمل ايه في اخينا ده؟ ما هو الوحيد دلوقتي اللي معاصلك. قلت لك حقد يا معلمي. ايه معلمي دي؟ ما تنضفوا بقى، ما بيه قدامك هو مغفر. بيه بيه بيه. أنسة نجوى. سالم، أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ أنت ما عندكش امتحانات النهارده ولا إيه؟ يا ريت تتعطفي وتقري الجواب ده، مسألة مستعجلة شوية. لا مش قوي كده. وممكن تقريه في البيت على مهلك وهستناكي آخر يوم في امتحاناتك عشان أعرف رأيك. ماشي. أنا آسف، الوقت مش مناسب ودماغك مش فاضيالي، لكن معلش أرجو إن آخد قرارك قبل ما ترجعي طنطا. لا أذكر بالتحديد كيف كانت البداية، ولكني أفقت لأجدك قد تسللت إلى أعماقي واكتشفت أني أحبك، وأن حبك كان أحد أسباب تفاؤلي وإيماني بغد أكثر إشراقا. ولكن احذري من خداع نفسك. يلا يا نوجة، حمدي عاوز يدخل الحمام. يوه، وده وقته؟ يلا حاضر. لا مؤاخذة يا نجوى، Thank you.
طب بلاش هبل، انا برضه ازعل منك، ما انت عارفه انا بحبك قد ايه. عز انت عارفه ان انا ماليش صحاب غيرك هنا في طنطا ولا حتى في مصر. والنبي ايه، امال اللي اسمه سالم افندي ده بيعمل ايه؟ لا خلاص، ما انا طينتها. طينتيها ازاي؟ ابدا، اداني جواب بيعرض عليا الجواز فيه، وقال ان انا لازم ارد عليه قبل ما اسافر. ولا قلت له ايوه ولا لا ولا شفت وشه ده خالص؟ ده هروب يا نجو، ومعناها الرفض. عز انت عارفه ان انا اتشددت لسالم ده، لكن ده مش معناه ان انا اتجوزه. ما بتحبيهوش؟ حب انت كمان، خلينا نشوف مستقبلنا. سالم انسان كويس قوي، واكيد هترجعي تندمي بعد كده. خساره يا نجوى. جاي جدا يا عارف النهار ابيض، يا عارف ان انا بايده. ده مين يا اختي اللي بعتك في التلغراف ده؟ ده سالم. سالم؟ سالم مين؟ ها؟ سالم طبعا معاون الكليه، يعني هكون مين يعني يا ماما؟ انت معاون الكليه؟ طب يا مره ايه ده وقت الخمينه بتعملها؟ قصد عنا بابايا. اكسكيوز مي حسبي الله اللي بيصدع النبي. لا ما دام بتتكلم انجليزي بقى تبقى اسوط. ايه اللي بيصدعنا؟ شوف اخوك يا حبيبي اجريسيف خالص. حبيبي هدايه صحيح، مش شويه بخور بالهوا. بابايا اوعى تكون عملتها بجد. وانا اقدر ابقى نفسك في حاجه ولا جبهاش؟ انت مش كان نفسك في خنزيره؟ اه جبتها لك وعمره كمان. قشطة بابا، قشطة بابايا. اهلا، ازيك يا سالم؟ كل عام دراسي وانت طيب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. على فكرة متشكرة قوي على التلغراف. طب والجواب؟ ما تيجي نروح في حتة تانية ونتكلم، نروح مثلا. معلش يا سالم مش هطول عليك، مفيش داعي. متضايقيش نفسك يا نجوى، انا فهمت ردك من يمين. بس الامل مش عارفة بقى بيعمل فيه العين. أنا كان لازم أشوفك النهاردة علشان أتأكد. عن إذنك أنا رايح المكتب. بيعتذر محاضرتين ورا بعض. بركه بقى جت من. بس بقول لك ايه، اكل الكباب بقى وفسحه في وسط البلد احسن من وشه. ها ايه رايك؟ انت لسه هتفكري بسرعه قبل ما نلاقيه طابق فوق راسنا. يلا يا صغارنا. اتنين عمرانيه الهرم. يا سلام، ربنا بعتك منين بس؟ خش يا صغار. انا ما اقدرش حد يلاقي. بص نط في الست. وايه يعني يا ستي؟ بتحلي. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. المهم هتقدر تقاوم ولا لا؟ ايه احنا مضايقينك ولا حاجه؟ يعني مش ارحم من زحمه اتوبيس شبرا. طب على فين يا جماعه؟ تحت امركم. باردون يا صغن. يا لهوي يا لهوي، حرام عليك، انا عملت لك ايه بس؟ ده الجاكيت بتاع اختي، هقول لها ايه دلوقتي؟ هقول لها ايه؟ حقك عليا يا صغنى، انا هجيب لك واحد غيره، بس دلوقتي العشوة هتطير مننا. انا عليا بند من الاثنين، تختاري ايه يا نجوى؟ جاكيت جديد ولا العشا؟ طب خلينا في العشا الاول. ماشي، موافقه يا نجوى؟ بشربش. ما تروق بقى يا بغن. لا حقيقة انا ما بشربش. خلاص بقى، خلاص يا بيبي سيبيها على راحتها. يا سيدي وانت ايه بس اللي مضايقك؟ انا ما احبش اشوفها ابدا وهي متضايقه، وما اقبلش ان اي حد يضايقها وهي معايا. كل دي من ايدي. مش دي، انا شبعت خلاص. ده من ايدي انا، هتكسفيني ولا ايه؟ خلاص بقى يا موني ما تضايقهاش. مش خلاص. منكم يا صغننين انت. ايوه حسيب بيه، ربنا ما يحرمش منك.
انا مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. الف شكر يا بيه، الف شكر، مع السلامه. حلو، جمارك العربيات مؤقتا هتنزل النص. لا وانت عربيتك اخر موديل يا سعاده البيه، هتفضل طول عمرك حمار، ما انتش فاهم حاجه. جهز 60 راجل من رجالاتنا ينزلوا على المانيا وايطاليا وفرنسيكا، يرجعوا لك 60 عربيه نخزنهم في المخازن لغايه الجمارك ما تعلى. هوبا حلو، وادي كمان اينف في السلكه على دنا. ما تقطعش يلا اخويا ما تقطعش. حاضر، روح شوف شغلك. تحت امرك يا شلاط. يا عيون شلاطه، وادي باكم. بس ده كتير عليا قوي يا شيخ. لا مش عشانك يا روح امك، تنزلي تشتري بيهم صيغه على زوجك لزوم حرم حاسب بيه، ولاد من ياخدهم في ايده وهو رايح يتمرن عندهم. اطعم الفم تستاهل العين. ادي احنا سمعنا كلامك يا ست نجوى واخترنا جريده الملايين. لما نشوف بقى هتوسي علينا انك الحسيب ازاي يا سيمون. انا اخترت جريده الملايين بالذات عشان اتعرف على الاستاذ وصفي محمود واتعلم منه، مع ان المشوار جامد عليا قوي من الجورنال للبيت. ولا يهمك ولا يهمكوا كلكم، انا عليا توصيل الجميع من الكليه للجورنال للبيت، الخنزيره في خدمه الجميع. دي هو صحيح موني هيوصلنا كل يوم؟ يو يا صغنن، وهو يطول. الحسيب اختار الاستاذ وصفي محمود اللي حضرتك معجبه بيه علشان يشرف على تدريبنا، وهنقابله دلوقتي. ليكوا المحاضرات النظريه اللي بتاخدوها طول السنه، عشان كده انا مش هتكلم معاكم كتير، ومن بكره هتنزلوا شوارع مع صحفيين من الجورنال عشان تشتركوا في التحقيقات اللي هيعملوها، وكل واحد منكم هيكتب لي التحقيق باسلوبه هو. بس احب افكركم، مش عاوز الحماس ياخد بعضكم ويوقع نفسه في مشاكل. ما تنسوش ان انتوا لسه طلبه بتتدربوا، يعني ما تاخدوش الحكايه جد قوي زي ما انا شايف وجوه بعضكم. ده موني اهو يا ماما. اهلا اهلا يا ديدي، ازيك يا طنط بيكي؟ ازيك انت يا روحي، وحشاني. ماما فكيه يا هانم. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا ويلكم. ديدي اختي. اهلا وسهلا. اسمحوا لي يا جماعه اقدم لكم نجوى زميلتنا في سنه تانية. يا اهلا وسهلا، سيت داون بليز. امال ليه ما شفتهاش قبل كده يا منى؟ معلش يا سيدي. كل شيء باوانه يا صغن. كلي براحتك يا نجوى، المطعم ده كله بتاع اونكل شلاطه. بس باسمي يا روحي. يعني ايه يا طنط فيكي؟ ما ناكلش. لا يا حبيبتي بالعكس، ده انا بقول لكم كده عشان افتح نفسكم وتاكلوا اكتر. بس على فكره بقى، الاكله دي محتاجه شويه رياضه في النادي. فكرتني يا ديدي، دلوقتي معادي السويدنج بتاعي في الكلاب، فيري امبورتد. كلي يا روحي، كلي بالهنا والشفا. طيب يبقى نتغدى ونطلع على الكلوب على طول. معلش اسمحوا لي انا اروح. خص عليك يا نجوى، ده انا كنت عايزه اقعد اتكلم معاكي كلام كتير قوي. خلاص بقى يا صغن، لازم تخدعي رغبه الجماهير. يمكن انت خدتي بالك ان انا ارتحت لك وفتحت لك قلبي بسرعه. ده شعور جميل قوي مني. يجوز لاني حسيت من مظهرك وسلوكك انك مختلفه عن كل اللي عرفهم اخويا قبل كده. ايوه بس انا مش، انت يمكن شايفاني قلقانه على اخويا رغم ان هو اكبر مني، بس الحقيقه نفسي يهتم بدراسته وينجح، يلاقي الست اللي تقف جنبه وتحافظ عليه وعلى شرفه. وانا شايفه ان انتوا لاقيين على بعض خالص. نجوى تحب نتمشى شويه؟ ايوه مفيش مانع، بس مفيش بس اتلحلح يا صغن. باذن اتفضلي. صغننين، انا اعجبت بيكي من اول يوم شفته فيه مع عزر، وزاد اعجابي يوم بعد يوم لغايه ما تحول لشيء ما قدرش اصرحك بيه، لان بصراحه لاحظت اهتمامك بسالم. سالم دي مجرد زمال، سالم ما ينفعنيش ولا ننفعش. دلوقتي بقى انا اتشجعت،
خصوصا لما لقيت كل عيلتي بترحب بيك وبتحبك. وعلى فكره حبهم ليك ده نقطه لصالحنا، هتنفعنا في المستقبل. إلى هنا تنتهي سيداتي وسادتي نشرة أنباء الساعة التاسعة. شكرا. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة. النهارده بقى كنت فين؟ كان عندك تدريب في الجريدة ولا سكشن في الجامعة؟ لا في النادي. نادي؟ طبعا، ما هي لازم تكمل التدريبات بتاعتها اللي ابتدتها في نوادي طنطا. الظاهر أختك عايزة تخش الأولمبياد السنة دي. إيه يا أبي؟ ما حصلش حاجة عشان التريقة دي كلها. التدريب ده كان فين؟ ابي حضرتك بتحقق معايا. كان فين بقول لك؟ كبيرة قصدي في مركز الشباب. كل الجامعة بتتمرن هناك. خلاص يا نوجة يا حبيبتي، روح غيري هدومك على ما احط لك لقمة تتعشي. يلا بقى. أنا مش عاوز آكل. عاوز أموت. ربنا ياخدني. إيه يا حبيبي بقى؟ نادي قال. الست أختك دلوقتي بقت بتروح نوادي. حد عارف بكرة هتروح فين؟ حمدي، أنا مقدرة خوفك على نجوى، وعارفة إنك عاوز تحافظ عليه. مش أنت بس، أنا كمان. دي أختي، بس مش بالطريقة دي يا أخي. أنا حاسة بنجوى وعارفة إنها متضايقة علشان الفلوس مقصرة معايا شوية. وطبعاً لما تشوف المستويات الجديدة اللي حواليها في الجامعة لازم دماغها يلف. الناس خلاص اتسهرت على الفلوس، أي طريق يجي منه أي قرش مفيش مانع. يلا. قصدي يعني مين قال لك؟ لا بقى، مصادر الصحفيه دي سر من اسراري ودايما بحافظ عليها. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب ذوق يعجبك. ايه الله يجنن الواد موني ده. مش معقول يا نوجه، مش معقول ذوق يجنن. شفت يا ستي؟ الهانة اختك مش عاجبها الهدوم اللي انا بجيبها لك عشان تلبسها. قال ايه مش مستواها؟ شفت بقى جايبه نوع ايه؟ شايفه؟ يا لحن ده انا جايبه لك بدل الجاكيت اللي اتحرق. بص يا بيه. ايه ده؟ اتحرق كده. شرب سجاير فين؟ انطلق. يا بيه ده واحد حرقه لي وانا راكبه الاوتوبيس. اه يا حمدي، ما انت عارف الاوتوبيسات والناس في الزحمه ما بينفعش حد. خلصنا من ده. قولي لي بقى جبتي ده منين؟ انا اشتريته. يا سلام، اشتريتيه منين وجبت فلوسه ازاي؟ انت مش معقوله كده. اسكت انت، مالكيش دعوه. انت رد عليا، جبت ده منين؟ ده ب 20 جنيه بس. ب 20 جنيه ليه؟ فكانك مرة. فكرت انا بكمل كلامك. ولا تكمل كذبها، كملي كذبك. بس يا نجوى يا حبيبتي تقولي جبتي منين؟ ده من فرع الطلبة في القطاع العام. بيبيعوا الهدوم المستوردة تقريبا ببلاش. شفت بقى يا حمدي؟ يعني كل اللي انت عملته ده ملوش أي لازمة. طيب. 30 جنيه أهم. هاتي لأختك واحد زيه. ايوه يا ابي، بس ده كان اخر واحد فرع الطلب، عشان كده استلفت فلوسه من عزه وجبته. طبعا يا حمدي، حاجات زي دي اكيد تتخطف في ثواني. خلي فلوسك معاك يا ابي، واول ما تنزل دفعه تانيه هبقى اجي اخد منك الفلوس واجيب زي الناهي. معلش بقى. لو سمحت تروحني، كفايه بقى اللي حصل لي من جوز اختي امبارح. ما تقلقيش، اصل بابا محضر لي مفاجاه يهمني انك انت تشوفيها، وساعتها هتنسي كل حاجه. وانا ايه دخلي؟ اصلها مفاجاه جوازنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بيه؟ اتفضلي يا ستي. ده بقى عش الزوجية، عشنا أنا وأنتي. اسمحي لي بقى أشيلك وأخط بيك العتبة زي ما بنشوف في الأفلام. استنى هنا، عش إيه ده اللي مليان عمال وعزال؟ أنا لا مؤاخذة بقى، ما أحبش أي حد يشاركني في عشي. أه خلاص، يلا بينا. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا منير بيه، نورت فيلتك. إزيك يا عم موجود؟ الله يخليك يا بيه. العريسة نجوى عروستي. إيه النور ده؟ يا ألف نهار أبيض، نورت بيتك يا ست هانم. أهلا منير بيه. مين؟ الحاج حسونة؟ لا يا راجل، أنا زعلان منك أول مرة دي بقى. خير إن شاء الله. الله، الفيلا دي مش هتخلص ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ أنا المرة دي بقيت مستعجل قوي. على خيرة الله، ألف مبروك. عموما كل تأخيرة وفيها خير. بس الست هانم تبص على الفيلا
وتقول عاوزه ايه من دلوقتي. طبعا امال انا جايبها ليه؟ اتفضلي يا نجوى. هنا بقى نعمل قعده لينا ولاصحابنا. لا 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 صحابنا مين؟ قعده لينا احنا وبس. طب خلاص يبقى نعمل حيطه هنا عشان ما نكشفش اوضتنا. ايوه هو ده الكلام السليم. وايه كمان؟ وبس خلاص. بس خلاص والعيال نسيتيهم اول. فين اوضتهم بقى؟ يا حاج ايوه سمعت ضربات العروسه بنفسك اهو. واحنا ما يهمناش الا راحه الهال، وان شاء الله بعد 20 يوم تيجي تستلمها باذن واحد احد. وحشتيني وحشتيني. عامل لك كده مش قادره. الساعه كام في ايدك دلوقتي يا هال؟ اقبل احنا ما وراناش غيرك ولا ايه؟ خلاص يا ابني هترتاحوا مني الى الابد. قولي ان شاء الله. لا تعدي وكلميني كويس. موني منير زميلي خطبني النهارده. نعم خطبك ده ايه؟ وخطبك من مين ان شاء الله؟ ويطلع ايه اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ يا سلام يا ابي، تصور العز اللي هم عايشين فيه. تصور فيلا طويله عريضه عشان ابنهم يتجوز فيها، بس الحيطان فيها شويه تعديلات. اتفقنا مع المقاول ان يخلصها بعد 20 يوم بس. تعالي هنا استنى بس. شفت فين الفيلا والحيطان والمقاول دول؟ شفتهم بعناية دول يا ابي، وانا بنفسي اللي طلبت التعديلات من المقاول. يا خرابي ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا نجوى؟ شفت البجاحه اللي بتتكلم بيها؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ ها؟ حد يقول لي اعمل فيها ايه؟ استنى بس اما نفهم. اطمني يا نهى، انا بكره هبعت جواب لماما وعمي وهقول لهم ان منير وابوه هروح عشان يطلبوني منهم على ما الفيلا تخلص. وبعدها بقى هترتاحوا مني ومش هيبقى في اي داعي انكم تقلقوا عشان. مساء الفل يا بابايا. ايه اخر الاخبار؟ وانت مالك؟ قول لي انت عامل ايه مع السنورة الجاية بتاعتك؟ لحسن سمعت شوية تراتيش كلام كده من امك واختك. اسكت يا بابايا اسكت ما تفكرنيش. يبقى لازم بقى وقت تستفيد بخبرة ابوك. لا في عرضك كله الا خبرة ابويا على الاقل المرة دي. اصل بصراحة بابايا انت لو شفتها انا ما اضمنش هتعمل ايه. كنت شوف لورينا شاي. عامل ايه بقى مع الدكتور بتاعك؟ يا لهوي دكتور ايه يا ابني بعد الشر عليك فيك ايه؟ يا ام جان الدكتور بتاعنا الاستاذ بتاع الجامعة مش كفاية حكيم الصحة بقى اللي خد من جدتك رقات. يا اخي اسكت كده وانت اجريسي. اهلا يا منير دي الحمد لله على السلامة. لا سلام ولا كلام. تيجي تجيب لنا شوية سندوتشات كباب احسن وعيم الجوع. حاضر بيه. عم موجود؟ ايوه بيه. قول له سويهم كويس كويس قوي. حاضر بيه. شفت بقى اهو العمال خلصوا ومشي. معلش برضه ممكن نبص احنا نشوفهم عملوا ايه. يلا طب قوليلي ايه رايك في الجو الشعاري ده؟ خلاص بقينا في حكم المتجوزين كلها شهر بس. بابا يرجع من بره ونبقى مع بعض على طول. كلي بقى تلاقيكوا واقعه من جوه. كل Thank you.
طول عمري في الحته دي بشرفي. الناس تقول عليا ايه لما يلاقوا اختك راجعه كده سكرانه في الصاص الليالي؟ اقول للناس ايه؟ اقول لهم ايه؟ حد يقول لي اقول لهم ايه؟ قول لهم اني كنت مع خطيب، قول لهم ان هو عارف انا بعمل ايه ومرضي عليه، قول لهم ان هو الوحيد اللي كان عليا دلوقتي في المستقبل. مستقبل؟ مستقبل ايه؟ مستقبل اسود باذن الله. شوفي يا بنت الناس، لما قلت ان اختك تقعد معانا هنا قلت على العين والراس، انما الحال الميت ده ما يعجبنيش. فاهمه ولا لا؟ طب يلا بينا احسن اتاخرت. انا بس يا مونيا انا عاوز اتكلم معاك شويه. تحت امرك طبعا، اول ما نقعد ونتكلم ضروري هنلاقي حل في جوز اختك الوحش ده. انت موديني فين؟ ده مكتب باباي. استنى، طب مش نرن الجرس احسن؟ هنفضل نرن من الصبح محدش هيفتح لنا. النهارده الحاج اروح والمكتب اجازه. ده يا ستي مكتب كده للنشاط السياحي، فرع لاختصاص باباي. ممكن نتكلم بقى شويه في موضوعنا؟ اعمل ايه مع اختي وجوزها؟ قولي لي بس الاول، ايه رايك؟ تحبي تعيشي في شقه زي دي هنا في نفس العماره؟ انا بفضل فيلة المؤقت. اه يا شقية، انا عارف انت ليه متمسكه بفيلة المؤقت. اي مكان يا موني، بس امتى؟ امي عمي موافقين ومستنيينك، واختي وجوزها خلاص هيطردوني. انا بحاول اجمد نفسي واتظاهر قدامهم اني قويه، بس لغايه امتى يا حبيبتي؟ اصل بابايا لسه ما رجعش من بره، وبعدين فيلة المقطم دي على ما تجهز قدامها بتاع ست شهور. ست شهور؟ ما تقلقيش حبيبتي ما تقلقيش، انا ما اقدرش استغنى عنك ست دقايق بس. أنا مش ممكن أسيبك دقيقة واحدة مع الوحش جوز أختك ده. حبيبتي إحنا لازم يبقى لنا مكان بقى لوحدنا. ناخد شقة مفروشة. ها؟ نعيش فيها إحنا الاتنين. أنا وأنتي وحبنا وبس. لا حضري لي بنطلون وقميص و وايه يا عمي عاوز ايه؟ مش عاوز حاجه، بعدين نبقى نتكلم. اه ناهد، بقول لك ايه؟ انا بعت لماما وقلت لها اني عاوزه اتنقل في بيت طالبات في الدقي وقريب من الجامعه، احسن مشوار شبرا ده بصراحه هتدني. زي ما تحب، لو ماما وافقت ما عنديش مانع. اه على فكره انا غسلت لك روبك وكواكب عندك في الدولاب. اتفضلوا اتفضلوا. مرحبا. اتفضل يا سعاده بيه. ايه ايه رايك بقى يا ستي؟ الله يا سلام على الحريه. شفتي بقى؟ عشان لا تقولي لي جوز اختي ولا جوز عمتي. كل طلباتك يا سعاده البيه انت والهانم هتلاقوها هنا، وان عوزتوا اي حاجه زياده انا برضو في الخدمه. نشكر يا امير. نشكر يا بيه. سلام عليكم. بالسلامه. انا مش عاوزه اضايقك، بس كنت عاوزه اتكلم معاك في موضوع. ها؟ ماله؟ احنا هنتكلم. مساء الخير يا ابني. خير؟ رايح صحتك شويه. انا عاوز راجل صحي يساعدني في شغلي مش هيكل عظمي. يا اخويا لسه بدري، سيب الواد يشم نفسه شويه قبل ما تسحبه وتدوره في طحونتك. على مهلك، على راحتك يا روح ماما، على راحتك. اذا ما كنتش تشوف الدنيا دلوقتي هتشوفها انت يا روحي. المقاله اللي كاتبها تدل على انه متمكن، متمكن قوي. خلي بالك بقى، الباب التاسع هيجي في الامتحان. ندوة، ازيك يا سالم؟ اهلا. ازيك؟ سمعت انك متزوجه بقالك مده. ايه الشياكه دي كلها؟ واضح انك انت بقيتي من الناس اللي بيشتروا. ما كانش ممكن افضل طول عمري اتفرج، كان لازم يجي يوم اشتري. على فكره يا سالم،
انا وماني خلاص هنتجوز قريب قوي. الف مبروك يا نجمة. انت عارفة قد ايه يهمني تكوني سعيدة. انا فعلا سعيدة قوي. شوفي يا سالم، عشان يحصل توازن في المجتمع لازم الفقيرة تتجوز غني والفقير يتجوز غني. جبت النظرية دي منين؟ انا مش بتاعة نظريات، خلينا في الواقع. ايه رأيك في زيدي؟ زيدي اخت موني، انا ممكن اكلمها لك. انا اسف يا نجمة، اسف وحزين جدا علشانك. عن إذنك باي. أظن بقى تقولي لي ما تجيش نفس المرة دي، أكلة إيه؟ هتاكلي صوابع برا. موني. عيون موني. موني أنا حامل. إيه؟ أنا بقول يعني بلاش تكلم أهلي على الخطوبة. نكتب الكتاب على طول أحسن. كتاب إيه؟ اللي في بطنك ده لازم ينزل وفورا، انا مش ناقص مصايب. هو ابننا يبقى مصايب يا موني؟ ابن مين يا عليا؟ ما تفوقي نفسك يا شاب، انا كنت قلت لك انا عايز عيالي. طب هو في جواز من غير عيالي؟ جواز؟ اه اوعك تكوني فاكره انك بالشكل ده بتورطيني. لا يا حبيبتي، لا يا روح ماما، لا موني. انت ايه اللي بتقوله ده؟ قصدك ايه؟ قصدي ان ما بحبش اسلوب لوي الايدين ده، والعيل ده تنزليه النهارده روح ماما قبل بكره، فاهمه؟ ده اذا كنت عايزه تشوفيني. وانا انا حبيتك وعملت كده عشان انا بحبك، ليه بتعمل معايا كده؟ عملت ايه يا حبيبتي؟ انا ما عملتش حاجه. خلاص يبقى نكتب الكتاب الاول وبعدين نبقى نحل المشكله دي بعدين. دي مشاكلك انت يا روحي، حلها لوحدك عن اذنك. موني موني ارجوك استنى. فيكوا شاف موني؟ في الحقيقة هو مزوغ مننا الثلاث أيام اللي فات، بس أوعدك يا صغنى هدور عليه وأجيبهولك لحد عندك. ما تخافيش يا نجمة، أنا هاجي معاكي وأنت بتعملي العملية. بالعكس، ده انا هرتاح. انا خايفه على الاهل من الفضيحه اللي هحسبها لهم بقول عليه حاجه. خليك يا شاهد، انا عملت اللي عليا واكتر. سامي انا مش هعمل العمليه، بس لازم يدفع الثمن. ايوه كنت عاوزه اتكلم معاكي يا لمبرات شويه. انتي عارفاكي، استني. استني حضرتك طبعا عارفه الموضوع. عارفه كل حاجه. خدي. انف انف انف. يلا 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 يلا. خير يا نسا؟ ابدا، بس كنت عاوزه اتفق معاها على رحله سياحيه. وانت بقى تشتغلي في الحاجات دي زينا؟ ده الكليه بتاعتي، ما تدقيش على منظري، اصلي لسه راجعه من اسوان حالي، طلع عيني واتبهدلت. انت على السلامه، ادي خبر ان شاء الله طبيعي. يا اهلا وسهلا،
فيه النور المزهزه ده كله. يلا ايوه ايوه وشيك كويس باتس ابو الشغل. اتلحلح اتلحلح. اهلا وسهلا. انا اسفه اذا كان مظهري مش مناسب. انا قلت للسكرتيره حالا اني لسه واصله بالقطر من اسوان. رحله تبع كليه. اتفضلي. انا اموت في المناظر الطبيعيه. لا مؤاخذه بقى بس رد على النبي حضرتك تلميذه فني كليه ايه دي؟ اعلام جامعه القاهره. كمان تبقي زميله ابني لازم. ابن حضرتك في اعلام؟ اسمه ايه؟ منير عز الدين. غريب بس الاسمين يعني. لا الحكايه بسيطه. منير ده يبقى ابن الست بتاعتي، ربيته وهو لسه في اللفه. انا ما خلفتش من امه بالصلاه على النبي غير بنتي زي القمر اسمها عزيزه. زيزي زيزي. جايز انا ما اعرفش حد بالاسم ده، وزي ما حضرتك عارف الكليه كبيره قوي. طلباتك قصدي اوامرك. انا ماسكه جماعه الرحلات في الكليه، وكنت عاوزه اسال اسعار السفر لدول اوروبا ايه؟ اسعار السفر مع الجماعه ولا لوحدك؟ الاثنين. لوحدك نبرمرم مش هتكلفي ولا مليم. افكر وارد عليك. لا انا ما يعجبنيش الكلام الماسك ده. انا متهيألي مش هشوفك. اديني ميعاد بكره 9:30 قدام المكتب، كلام بريفكس. قلت يا غزال. حصل خطأ غير مقصود طبعا، الترابيزه دي محجوزه ليه؟ يعني نروح؟ العفو يا بيه، لو تكرمتم واتنهدتم من الترابيزه دي فده لطف كبير من سعادتكم. اتفضل. انت حقيقي حاجز الترابيزه دي؟ ابدا، انما ناس عندها نظر. انا مش مصدقه نفسي، معقول اللي بيحصل ده؟ قاعدين سوا لوحدينا؟ انا حاسه ان انا واخده عليك قوي، مع اننا لسه بنعرف بعض من قريب. غريبة مش كده؟ لا غريب ولا حاجة، حد يكره القعدة الحلوة دي؟ أيوة لكن مش بسرعة كده. كون إني أنسى تقاليد عيلة المحافظة في طنطا وأخرج معاك بسرعة كده معناه إنك راجل جذاب وخطير. ياي سواتك تجنن. معقولة؟ تعرف أنا متهيألي إني عمري ما هعرف أسوق أبداً. أنا مش هخلي نفسك في حاجة أبداً، نبتدي من دلوقتي. بجد؟ تعالي بقى سويتي. حط رجلك اليمين على البنزين كده. ايوه ورجلك الشمال دي جنب الفرامل اهو كده. ايه ده بقى؟ انت هتفضل قاعد كده ولا ايه؟ عشان الحقك لو حصل حاجه لا قدر الله. ايدك بقى الحلوه دي كفايه اهو. ايوه العربيه دايره دلوقتي، هاتي كده بقى على الاولاني ودوسي بنزين بحنيه وارفعي رجلك من على الفرامل. حلو نو بروبلم. مشيت مشيت. لازم تمشي بس انا اطلع على النبي. ايه بقى؟ مش هلاش ابيه وبعدين؟ ركزي ركزي بص قدامك انت. انا اسفه مش عاوزه دروس، كتر الف خيرك لو سمحت تروحني. استني بس يا نجوى، انا حبيتك من ساعه ما عينيا وقعت على وشك السما في المكتب. نجوى انا عاوز اتجوزك. بس انا ليا شرط واحد. اموري الشري. تيجي تخطبني من امي وعمي العمده. وهي امك وعمك العمده دول فين؟ في طنطا. ان شاء الله يكونوا في كمد دراي. ايه
اهلا يا عروس. الحمد لله. ازيك يا نجوى يا بنتي؟ الحمد لله على السلامة يا سعادة الدين. الله يسلمك يا عمدة. ازيك يا عم؟ بخير الحمد لله. وازاي امي؟ بخير، تفضلوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. نورتوا البيت. امال العريس ما جاش معاكم ليه؟ ايه الغلط ده بقى من الاول؟ جرالك ايه يا عم؟ الشلطة بخطيبي. يا ألف حرام يا ابني، ألف مبروك يا ابني. عن إذنكم أما أشوف الجماعة جهزهم ولا لسه؟ اتفضل يا عم. خلاص بقى، ناس على قدهم على نيتهم، نعمل إيه بقى؟ من جهلهم يا روحي مش قادرين يفهموا إن الحب اللي بينا ممكن يلغي أي فرق في السن. ثم المهم انك في عينيا انا كلك شباب وحيوي. تعالي يا نجوى سلمي على والدتك. ثواني يا روحي، هتوحشني قوي. طب انا اقول ايه؟ يا خرابي يا صدي يا خرابي، كان مستخبيني في ده كله يا ربي. يا امي كفايه بقى، اهدي عشان نتفاهم. اهدى اهدى على ايه؟ على جنبتك السودا؟ انت يا بنت مش كاتبه جوابك وقايله ان زميلك في الجامعه ده زميلك في الجامعه ده؟ يا ام، زميلي اللي بعتلك عليه طلع فقير، ما حلتوش اللضا، كان لازم امن مستقبلي، كان لازم اريحك من ال 20 جنيه اللي بتاخديهم من عمي كل شهر. كلام ايه الفارغ اللي بتقوليه ده يا بنت انت؟ انا عمري ما قصرت في حق بنت اخويا ولا مرات اخويا. يا عم احنا مش بنتحاسب دلوقتي، وعلى كل حال كتر خيرك. يا عم الراجل ده جاي يتجوزني النهارده قبل بكره، جاي لكم محمل تقله ذهب وفلوس. قلتوا ايه؟ هو صحيح الراجل ما يعبوش الا جيبه، لكن كان لازم تبعتلنا تستشيرينا. تعالي احكي لنا بنفسك. انا غلطانه في النقطه دي يا عمي، بس المساله حصلت بسرعه، ما حبيتش ان اي حاجه تعطل الجوازه دي. هو مستعجل على ايه يا ضنايا؟ مستعجل على ايه؟ على عضاتي؟ فضيها سيره بقى يا خديجه، انا ولي امر البنت وانا اللي هتصرف. مبروك يا غزال. مبروك يا حضرة العمدة. مبروك يا نت. اتفضل يا حضرة العمدة. المهر 20 باكو بالصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اتفضلي يا نت. اتفضلي. اتفضلي النبي قبل الهدية. اللهم صل عليك يا نبي. تفضل يا أنكل، ساعة ذهب توماتيكي. تفضل النبي ابن الهدية. أيوه خلاص. وأنت يا سيد خد دول فرقهم على أهل البلد، وخلي بالك من العيال، العيال أحباب الله. تمام كده الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم ورحمة السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يا سعد الله يسلمك. حاضر. على مهلك على مهلك على مهلك، دي مش حوالي احضرها وانت تشيل الشنطة اللي جوه. يلا على مهلك على مهلك. تفضل يا غزال، وانت عاوز عزومة؟ انا هفرجك على حاجه اقوى من سنجام واروع من صراط. ايه رايك بقى في وسط النوم الجميله دي؟ تجن حلوه قوي. ده انت اللي مكسوفه مني؟ معلش هصبر واستنى لغايه الليل ما يجي تكون وحشتك. عن اذنك امر بس على المكاتب، بس يكون لسه فاكرينك في شهر العسل. هي عندهم حق. رفار رفار يا جميل رفار. Thank you.
نورتي بيتك يا ست هاني. متشكره قوي. انت اسمك ايه؟ خدمتك سنيه. سنيه ممكن اطلب منك طلب؟ انت تأمري يا ست هاني. والله ده انا قلبي انفتح لك من ساعه ما شفتك نازله من العربيه. كتر خيرك. انا هطلب لك نمر التليفون، واول ما يردوا عليكي قولي عاوزه منير بيه، ولو هو اللي رد قولي له شراطه بيه عاوزك في فيله المغطى. امرك يا ستي. الو الاستاذ منير. لو سمحت حضرتك، سيدي شلطه بيه عايزك ضروري في فيلا المقطع. ايه؟ انا الشغاله الجديده يا سعاده البيه. فين البيه؟ هو لسه ما جاش من ساعه ما طلبت حضرتك، بس الست هاني ما تقابلك دلوقتي حالا. ست؟ ست مين يا بنت انت؟ روح انت يا ثانيه، هاتي البيك كوبايه الليمون اللي عملتها له بايدي. اصل الليمون كويس قوي لاعصابك يا منير بيه. انا بقى الست هاني اللي بتسال عليها. مبروك عليك، قدرت توصلي الشلاطه بيه. في الحقيقه هو اللي ساعدني، طلع كمنك لما طلب انه يتجوزني. وعلى فكرة أنا ما وافقتش أتجوزه غير لما عرفت إنه جوز أمك مش أبوك. يا سلام، يا عيني على الأصول. الأصول دي اللي أنت ما رعيتهاش يا أستاذ يا بيه. قمت مدبرة الخطة الحقيرة دي علشان توصلي له، مش كده؟ مفيش أحقر من اللي أنت عملته معايا. أنت اللي جريت ورايا حب وهيام، قدمتني لأهلك، عاملوني على إني عروسة ابنهم. فاكر فيلا اتجوزنا كان التأكيد لعرضك. الفيلا دي يا منير بيه فاكرها؟ طبعا، هي دي الفيلا اللي كنت بتحلمي بيها، واديك وصلتي. مبروك عليكي. كذاب وحقير. انا رحت الشلطة عشان ينجدني من الورطه اللي انت سبتني فيها، لكن افتكرت اني لما حبيت استنجد بمامتك اديتني فلوس. اكيد هو كمان كان هيعمل معايا كده، ولما عرفت منه انك ابن مراته مش ابنه قررت انك انت تنتقمي مني. ها؟ مش هتلحقي تتهني يا نجوى، انا هقول لشلطة بيه على كل حاجه. مش هتقدر، لاني المره دي بقى هروح احكي لوالدتك على جوزها مش على ابنها. هفرحها بيه هي والمحروسه الصغننه زيزي هانم. وتخيل انت بقى العيله السعيده دي لما تعرف حقيقه الراجل المحترم شلطه بيه. سفله واطيه حقيره. كله مروق ومبسوط مش كده؟ جيت في وقتك ابن حلال يا ابني، زي ما يكون قلبك حاسس. خش خش خد نايبك. والله لكم وحشه، الواحد ما بيعرفش قيمه وش امكم العكر الا وهو بيشتغل. الجبن الحق يا حبيبي، انا كمان بيوحشني لسانك السفر قوي يا روح. معقوله يا ماما الطريقه اللي انتوا بتدلعوا بيها بعض دي؟ الحمد لله على السلامه. ياه، ما افتكرتش الوقت يا فارس. لكن ما قلتلناش كنت فين في اوروبا؟ مش تحكي لنا على البلاد اللي زرتها؟ كريات، انت بتتمرن في ايه قبل ما تتخرج؟ تحقيق صحفي ولا رانا قسم بوليس؟ كنت فين يا بابا؟ عاوز احكي لك على ستات اوروبا اللي تحل من على حبل المشنقه وشبكه العجنانه. حسك عينك تكون قربت الواحدة منهم. وانا اقدر يا حياتي طول ما الحكومه كبسه على نفسي. كنت فين يا ست هاني؟ البيه مستنيكي من بدري وحالته كده مش عجباني. نجوى كنت فين يا هانم؟ ابدا، انا كنت بزور واحده صاحبتي في الجامعه. في الجامعه وانتهينا منها خلاص. اللي عاوز يزورك يزورك هنا، انا ما اقعدش استنى حد ابدا لما يكون مين هو حد. بالطريقه دي حياتي هتبقى سجن. ومال ما دام هبقى انا السجان، وانت عاوز ايه اكتر من كده بالصلاه على النبي؟ تعال تعال حلو تعال. معقول شلاطه؟ انت ايه اللي عملتيه ده؟ انت اتجننتي؟ خدي يا ديدي،
انت الوحيده اللي جيتي على بالي وانا في شهر العسل، وفكرت ان اجيب لك الهديه دي. انت طبعا يحق لك تتجوزي شلاطه. هو مش ابو موني؟ اهو حيلا جزء ام ديدي. موني عارف ان انا اتجوزت شلاطه، بس ارجوكي مفيش داعي ان شلاطه يعرف حكايتي معاه. انا يا صغنن مش ممكن احكي حاجه تضر صاحبتي حبيبتي، وفي نفس الوقت مش هستفيد حاجه لو قلت. طب واذا كنت هتستفيدي؟ يعني ساعتها هفكر حبتين. صحيح اخوات الدنيا دي صغيره. ديدي بقى يا نجا من اعز اصدقاء ابن منى. لا كمان ما كنتش بشوف معاكم نجوى ليه؟ اصل نجوى من عيله محافظه، من طنطا بقى، واختلاطها كان قليل قوي بزمايلنا. اسمعي ديدي، انت طول عمرك نبيهه وشاطره، مش عاوزك تجيبي سيره ابدا لمنى. ما تقلقش يا انجل، الموضوع ده انا هنساه اول ما اخرج من باب الفيلا، ومش هفتكره الا وانا داخلها مره تانيه. بمزاجك يعني؟ بالظبط، اصل انا عندي زرار في الذاكره، افتحه افتكر، اقفله انسى. هايله يا ديدي هايله. سلامتك يا فتي، سلامتك يا فتي، سلامتك يا فتي. انت ازاي بس تعملي العملية دي؟ ازاي تيجي لوحدك؟ ليه بس ما خدتنيش معاكي؟ مش مهم، حتى لو مت دلوقتي على الأقل مش هسبب أي فضيحة لأهلي. ليه بقى؟ انت مش اتجوزتي شلاطة وخلاص؟ يعني كل شيء كان هيبقى متداري، ايه بقى اللي خلاكي تعملي كده؟ انا لما اتجوزت شلاطة كان بيتهيألي اني بنتقم من منير، لكن اكتشفت اني بنتقم من نفسي. العيشة مع شلاطة جحيم، جهنم. وانت بقى باللي عملتيه ده ارتحتي؟ انا يمكن اكون قدرت اخدع شلاطة يوم ما اتجوزته، لكن ما كنتش اقدر اخدعه اكتر من كده واقدم له ابنه مش ابنه. بلا خيبة كده، قال روح ما بعدك روح، وانا اللي فرحت بيكي وقلت البت واعيه وعرفت تتصرف. الف حمد لله على سلامتك يا نجوى، يا ريتني انا كنت بدالك. ولا تزعلي نفسك، صحتك بالدنيا، بكره هنجيب عيال كتير بالصلاه على النبي. انا عارفه، بس انتوا كنتوا مستعجلين على ايه؟ قولي لها يا ستي. لا قول لها انت بقى براحتك، لاني مستعجله قوي وتاخرت، بس على الله الاقي تاكسي يروحني. يا خبر، انا اوصلك، ده انت جميلك على راسنا من فوق. اتفضلي. عن اذنك انا اجي اوصلها وارجع لك. انت تعرفي علو دي منين؟ ما انا بعمل له بيزنس يا ام. لا انت هتلخبطيني يا بنتي، انت مش بتقولي زميلي تبني في الكليه؟ تمام، بس بره الكليه بقى عندي البيزنس بتاعي، اكل عيش بقى. استمراري في الكلية وبيت الطالبات بدل الشقق المفروشة بيحافظ على سمعتي وسمعة شغلي. شغلك ده ايه؟ انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ انا متخصصة في ثلاث حاجات كلهم بره مصر، تخليص العقود مع الاجانب، والخروج بالعملة، والرجوع بالالماز الخير. طب اديني عمارة، علو بيه بيشتغل في ايه؟ كله الا كده، الاخلاص والسرية هم شعاري. انا طول عمري اقول انك شاطره ولهلوبه كمان، وده ما كانش في الحسبان ده كله. وبصراحه كان يعجبني فيكي انك شربات ومش نكديه. ودلوقتي بقول ايه يا بنت الناس، لو قلت لك تشتغلي معايا قدام شويه يعني توفي، بس انا محتاج لوجوه جديده عشان بتوع الجمارك والمواني الرسلين دول. تقدر تجربني في اي وقت يا أمي. والله انا ما عايز. استنى استنى استنى، حط الست هجيب لك الكلام.
اتحرك. انت مين عليا يا بنت دي؟ والله حاطط على شكلك. يا ابي يا ابي عيب، سكونش فاكر انت اللي بتزرعني؟ ده انا اللي هحطها لك من النجمه. صحيح انا دخلت بيتك اخدم، لكن باكل لقمتي بالحلال حتى لو هموت من الجوع. مش هتطلع بره ولا صور ولا ما عليك الخس. بس اطلع بره. بس يا لهوي يا ده عيب ما يصحش اللي بتعمله ده. يا خرابي. امال فين ثانية؟ طردتها. عملت ايه يعني؟ طردت القلم. ظبطتها في الفجر مع بتاع اللبن. هو اللي عاوزين اسكت على حال المايل ده. قولي. بكره في المطار هتقابل الراجل بتاعنا في اتينا. هيعرفك باصحابنا اللي هتتفق معاهم. كويس، لحد كده سليم. مش ده المهم، المهم في اللي جاي. بما اننا بالصلاه على النبي ناوينا نعمل مزرعه نموذجيه هنربي فيها مواشي وفراخ ونعمل بيت كمان. بس ده مشروع مضمون يا اونكل. لا مشروع مضمون، ده مشروع بريفكت. وبعون الله بكره استحكم في سوق اللحمه الحمراء والبيضه والسودة كمان. ثم ده مش موضوعنا. سوري. أنا كان قصدي أطمن على أونكل وفلوسه. كتر خيرك يا أميرة، أنا عاوزك بقى تورينا شطارتك وتجيب لنا مستلزمات المزرعة وتركبها في حدود 10 أرانب. دي حاجة بسيطة، اطمن يا أونكل. 10 أرانب ما تتخطاهمش، دي سلفة من بنك التنمية، دي فلوس ناس ولازم نحافظ عليها ونصرفها على الوجه الأكمل. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. الملف ده فيه كل حاجة بخصوص الطلبية بتاعتنا، المنشآت ونوعيتها، تكاليف الشحن ومكان التسليم، وأجور الفنيين بتوعكم زائد التركيب. بس ده ب10 مليون. مظبوط، شلطة بيه مش عايز يعدي كارد البنك. لكن كارد ب20 مليون حبيبي مش 10. إحنا اتفقنا مع شكر بيه مدير البنك على إنه يدي شلطة 20 مليون بفوايد بسيطة، عشان بالمبلغ ده كله يشتري بيه معدات من شركتنا. طب إيه اللي شلطة بيه هيستفيده لو استعمل الكارد كله؟ ده خد 700 فدان ببلاش من هيئة أمن غذائي عشان مزرعة. ده اتفقنا مع راجل بتاع احنا في هيئة. طب انتوا بتقولوا لي الكلام ده كله ليه؟ أنا مجرد وسيط. دي مش أول مرة شلاطة يلعب بينا، هو فاكرها شطارة؟ احنا قررنا نكشفه في الوقت المناسب. أنا بقول ما تضيعوش العشرة مليون منكم، وبعدين ابقوا صفوا حساباتكم مع بعض بعدين، صح؟ لا يا اونكل مش كفايه، انا عايزه حقي نيش كده. ماشي كلامك. 5 باكة هم بالصلاه على النبي وفوقهم العود ده كمان، مش خساره في شطارتك. ولو اني بخاف من الشطاره اللي زاد على اللزوم. انا بتاعتك برضو يا اونكل. شيلي حلوه قوي شيلي دي، بس حكايه اونكل دي قطع فيها قوي. ليه بقى؟ ما انا طول عمري بقول لك يا اونكل. كان زمانه جبر يا جميل. ده رابع كاسة اديهولك عشان تروقي، مفيش فايدة. انت تشربي من هنا وتلو بوزك من هنا. هتنوحيلي؟ ايه مالك؟ دستور. لا مؤاخذة ساعة البيه هعطلك شوية. هتعطلني عن ايه انت راخر؟ في ايه؟ خش في ليلتك المهببة دي. العربية الفلفو وصلت من الجمرك، وعايزين نكتب عقد المبايعة بكرة الصبح. تحب نحط اذن زهد بيت بالصلاه على النبي؟ ده طلع نادل كبير، ما يستاهلش حتى فرد الكاوتش. خلاص يبقى نديها للست دي ويبقى كتر خيرها. كتكنيله في غباوتك، قوم فز من قدامي. بكره الصبح اقول لك نكتبها باسمين. حاضر. الاقي لا توقع ولا تكسب. غبي.
عشان كده بقول نفتح مكتب جديد ونضم لي نشاطك اياه، وانا طبعا اللي هشغله لك لاني بخاف عليك قوي. طب ايه يقولك بقى ان دي اول مره حد يخاف عليا؟ معقول؟ معقول مالكش حد يخاف عليك يا صغنن؟ وصغنن كمان؟ انا صغنن؟ ايه ده؟ مغارت على بابا دي ولا ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني؟ طب انت حتى لسه صغنن على العمايل دي. بس يا ديدو حياتك حسن، انا مش فايقلك. اه يا شقي، افهم من كده ان انت كنت بتحبها؟ حبها؟ حبها ده ايه كمان؟ ما انت راسي على كل حاجه. حجاني يا ديدي. ليه بس؟ مش انت اللي سبتها؟ انت قمت تتجوز ابويا؟ لا مالكش حق. طب ما هو مش ابوك، يبقى ايه بقى اللي مضايقك؟ مش عارف ارضها لها ازاي. طب اهدى بس الاول وقول لي انت عايز تعمل ايه؟ مش عارف اعمل حاجه. كنت مصمم ان انا اقول لابويا، ابص في وش امي المسكينه واختي المخدوعه في ابوها، فاكراها قدوه حضرتك، ارجع اقول ذنب امي ايه؟ هتجنن يا ديدي خطا. افهم من كده ان انت عايز تنتقم منها؟ يا سلام، جبتيها لوحدك دي؟ وطبعا مش عارف تتصرف ازاي. سيدي يا سيدي، ايه المفهوميه دي كلها؟ طب ايه رايك اللي ياخد لك بطارك منها؟ تكلمي جدة دي؟ طب قولي لي هتعملي ايه؟ عيب يا صغنن، ما تنساش ان انا دي رايحه فين؟ الحمام. ممكن تحبي تروحي تزوري امك في طنطا على العيد؟ انت بتتكلم جد؟ خدي دول اشتري لهم شويه حاجات، ما يصحش برضه تخش عليهم في موسم وايدك فاضيه، بس على شرط السواق وصلك ويرجع ياخدك بعد العيد. كتر خيرك يا شلطه، كتر خيرك. دول يا حبيبتي الكحك اللي اختي جايباه، شوفي طعم قد ايه؟ كل يا حبيبتي كلي، وقولي لخالتك مرسي. مرسي ايه يا ماما؟ انت بتتكلمي لغات؟ ماما انا عاوز اكل من الكحك اللي عملته نهد مديها. بس كده يا حبيبتي من عينيا الاثنين. الهي ربنا يسعدكم ويخليكم يا اولاد يا رب. نهد انت لسه فيكي حيل تعملي كحك؟ ده انت ممكن تولدي في اي لحظه. الله، ومالك بتقوليها بمسكنه كده ليه؟ ما بتزعقيش فيا ليه زي الاول؟ كل الجواز هدك وعقلك. ايمان انت مش مبسوطه مع جوزك ولا ايه؟ حبيبتي يلا العبي بره، خدي طبق الكحك معاك وهي الكسك. انا عاوزه اموت، ربنا ياخدني بقى. لا فاهمين، عامل معاكي ايه؟ ما عملش حاجه ابدا، انا اللي عملت ده كله بنفسي. كان قدامي فرصه اتجوز واحد كان بيموت فيا، وانا كان ممكن احب، لكن للأسف يا نهد. اتفضلي يا حبيبتي. على فكرة نسيت أقول لك. إيه ماما؟ عادة صاحبتك جت الصبح وأنت لسه نايمة، كانت جاية تعزمك على خطوبتها، بتقول هتتجوز واحد زميلها ابن حلال وبيحبها موت. ما كانتش جايه تزور مامتها في العيد ما كناش شفناها بقى. عن اذنك يا سامي. ايه عن اذنك؟ تسمح لي اخد عروستك دقيقتين؟ لا اسف جدا، دقيقتين كتير قوي، انما يعني لو دقيقه ونص ما يمنعش.
سر بقى. مبروك يا هذا. الحقيقة أنا أسف قوي، ما قدرتش أشتري لك حاجة مخصوص. تفضلي. معلش يا نجوى، مش هقدر أقبلها. أولا لأنها أغلى كتير من شبكة سالم، وأنا مفيش حاجة في الدنيا عندي أغلى منه. ثانيا لو سالم عارف هيزعل، وأنا حريصة إني ما سببلوش أي حاجة تضايقه. معلش يا نجوى، متزعليش. مبروك يا حسن، حقيقي انتوا تستاهلوا بعض. ما اذا كانت عربيه جوزها دي هتتاخر، ما نسافر احنا لوحدينا. طب هقول لها. مش عايزين نتاخر يا نجم، اجازتنا خلصت ولازم نكون في مصر من بكره. الله، ما تقلقوش، زمانه جاي. ما مش معقوله تسافروا بالشيل دي كلها وفي عربيه موجوده، ولا ايه يا ماما؟ انا عارفه انتوا مصربعين على ايه كده، والنبي هتوحشوه، ومن عارف هشوفه تاني ايه؟ يا كويس يا حبيبتي. شقة السيدة نجوى أحمد وعدال؟ أيوة أستاذ خير. هي موجودة؟ أيوة. من فضلك اديني. مش هغيب عليك يا اسطى. على راحتك قوي يا هانم. افندم يلزم خدمة؟ اقعد قدامي. هو ايه العرض ده؟ تهجم؟ دخلي الهانم وروحي شوفي شغلك انت يا فيه. على عيني يا مدام. زي ما انت شايفه يا صغنن، انا وشلطه كان لازم نتجوز، في حاجات كتير قوي بتجمع بيننا. فعلا القذاره والخيانه والخداع. يوه، هو انت مش خدتي حقك وزياده؟ سيبيني بقى شويه من نفسي. على فكره معاكي عربيه، انا حضرت لك كل حاجتك، هدومك ومجوهراتك، مع ان شيلي قال لي خليهم ليا، لكن انا ما رضيتش. اصل انا طول عمري لا احب اكل مال اليتيم ولا افتري على وليه مكسوره الجناح زيي. انت بقى اللي شلطه هيبقى عليكي. ابقى مجنونه؟ ما بقاش جدي لو افتكرت كده. انا يا صغنن انا عايزه اكون مستقبل بحالي، مش شويه صيغه وهدوم. هو طبعا اكيد في يوم هيسيبني وانا كمان هسيبه، بس بعد ما احقق غرضي، ساعتها بقى تقدري ترجعي له لو حبيتي. بلاش تزعل يا صغنن، اعتبريني استلفته منك شوية، أخلص البيزنس بتاعي وبعدين أرجعهولك تاني. أنا يمكن مملكش جمالك، عشان كده لازم انتهز الفرصة وأمن مستقبلي. ها؟ فيفي؟ يا فيفي. أفندم يا مدام. نادي الغفير وقولي له ينقل شنط الهانم العربية. خلاص يا مدام حصل. هايلة يا فيفي، يعجبني ذكائك قوي. روحي انت دلوقتي. أمرك يا مدام. خدي يا نجم، ده عنوان شقة مفروشة، هتلاقي ست طيبة أميرة مستنياكي هناك. امسكي. فين يا هاني؟ يا دي المشوار اللي مش باين له اخر. هروح على فين بعد كده يا هاني؟ يا عجوزه ميدان السوكي.
ياي يجنن يا شيلي. جديدة شيلي. فاضل لنا بقى توكيل سيارات وادوات كهربائيه لزوم المظهر المحترم ونبقى جاهزين. تمام. اظن بقى هيكون المكتب باسمي زي ما اتفقنا. ماشي، بس حصه المكتب وراضيه باسمي وحصتك انت حلال عليك. خلاص بقى، اظن دلوقتي اطمنتلي خالص. طول عمري بفهم في غزلان من اول نظره. لا ولسه يا صغنن. يا اخواتي، ده ايه الجمال ده وايه النور ده؟ دي صدقي يا حلوه الشقه دي ما شافت جمال زي جمالك. انت تعرفي ديدي منين؟ ديدي؟ هو في زي ديدي؟ ديدي جاتني هنا من 5 سنين وسمعت كلامي وخدت صورتي، رخرة نجحت وفلحت وعمرها ما نسيتني. وانت بقى تعملي زي ديدي وتسمعي كلامي عشان تفلحي زيها. زيها؟ زيها ده ايه؟ وهي تيجي في ضفرك بكره تقول ام سيد وتدعي لام سيد. اسكتي اسكتي لو سمحتي، من فضلك سيبيني شويه. وماله يا اختي، على مهلك، براحتك خالص، احنا مش مستعجلين. عصفوري يا ماما، عصفوري للاب ووريو. ادخل. سوي العربات وصلوا بالبضاعة يا فندم، مفيش أي مشاكل في المينا، هم مستنيين تحت. طيب خد اديهم العنوان ده، خليهم يفرغوا فيه وياخدوا حسابهم من هناك. تحت أمرك يا فندم. الو شيليو، العربيات خرجت سليمه من المينا بس لسه ما وصلتش، انا خايفه قوي. تفتكر ايه اللي حصل؟ بس طيب ربنا يستر. برافو يا سالم، مجهود عظيم في جمع المعلومات، بس للاسف تنقصه الادله على نشاط شلاطه الاجرامي، والا كنت اديتك الدرجه النهائيه في التدريب. يا فندم انا مش طمعان في درجتين زياده، انا بس متغاظ من الراجل ده ومن استغلاله لكل الامنا وازماتنا. انا ما اقدرش انكر اهميه تحقيقك لدرجه ان انا فكرت في نشره لولا انه من غير ادله. اوعدك يا فندم اني هكمل لغايه ما نحقق هدفنا ونجيب داغي المجرم ده وامثاله. بس على مهلك يا سالم، وخلي بالك من نفسك وخليك دايما على اتصال بيا، دي عصابة لا تتورع عن فعل أي شيء. طول عمري ما أمنش صنفهم، أنا من يوم ما شفتها وأنا مش بلاحها ما هضمتهاش حقي. أكيد ده ملعوب، لازم نعمل حاجة يا سعادة البيت. عاوز نعمل إيه؟ أبلغ البوليس وأقول له اتسرق مننا عربيتين حشيش؟ يبقى نلقمها لحد ما تطب. فالح بكرة الصبح تروح بنك الوادي وتقول له الأستاذ حسون هيبعت لي كشف حساب بالمبالغ اللي صرفتها وأنت وريخها. بس كده من عينيا. وقفت حالي وقطعت عليا، انا وراها. وان شاء الله اول ما ناخد حكم بالنفقه هتفعلك بقيه الاتعاب. مدام نجوى، شلطه ده راجل له نفوذ خطير، فانا بقول نلجا الاول للتفاوض الودي، واذا ما جابش نتيجه نبقى نخش في القضايا. لو ما وافقتش انا هرفع الامر للصحافه وهفضح. هدي نفسك يا هاني، يا ريت بلاش انفعال ونفكر بشويه واقعيه. انهي جريده دي اللي هتقبل انها تنشر لك موضوع يمس راجل ليه النفوذ الخطير ده كله؟ هي فعلا حاجه مؤسفه، لكن مجالها المحاكم الشرعيه مش صفحات الجرايد. انا اسف، دي حاجه خاصه بينك وبين شراطه، بس انا فعلا عاوز اكشفه وافضح نشاطه المخرب اللي اضرب ملايين الناس. أنا آسف مرة تانية. أنا
خلاص يا ماكي. يظهر انك بقالك مده ما عدتش على فيلا المقطع. روح ملي نظرك من مرات ابوك الجديده ديدي زميلتنا في الجامعه زغنة. فاكرها؟ يظهر ان الصحافه والصحفيات بقوا مزاج عند ابوك. كيف يعني؟ عموما ده راجل ومن حقه يتصرف زي ما هو عايز، وديدي ممكن تعمل اللي هي عايزاه. انت بقى بعتالي ليه وعايزه ايه؟ عايزاك تقول لابوك انه لازم يدفع لي مؤخري ونفقتي وكل حقوقي، والا بدل ما كنت هقول للعيله المصونه على جوازه واحده هقول لها على جوازتين، وبالمره هاخدهم رحله الفيلا المقطم عشان يتفرجوا على الزوج والاب العفيف وهو بيقضي شهر العسل الجديد. ما بقتش استبعد انك تعملي اي حاجه وكل حاجه. مدام في واحد بره وعايز يقابل حضرتك. واحد مين؟ ما قالش اسمه؟ بيقول قريب سعادتك يا فندم. قريبي انا؟ مفيش حد غريب قريبي. ده انا. اهلا يا مون، اتفضل. وانت برضو يا راجل عايز اذن عشان تدخل، انت تفتح الباب وتدخل على طول. روح انت دلوقتي. حاضر يا فندم. انت قام شيك قوي. جديد مش كده؟ مش جديد عليكي؟ طول عمرك سافلة وحقيرة ما تفرقيش عن غيرك. مالكش حق. هو انا يعني كنت قلت لك اني طالع لي جناحة ورا ظهري؟ طب نجوى كانت في ورطة، لكن انت تعملي كده ليه؟ انت ايه؟ مش انا برضو انت امثلك؟ لما اتجوز جوزها يبقى انت امثلك ولا ايه؟ طب لما انت ملحوقة على الجواز قوي كده، ما كنا قدامك واحنا اولى. يا صغنن انت مش بتاع جواز، وبعدين ده احنا دافنينه سوا وانت ما تنفعنيش لسه صغنن. بقول لك ايه، اوعي إيه تكوني فاكره ان انت وهي هتلعبوا بيا، هتشقطوني لبعض ولا ايه؟ ده انا اقتلكم انتوا الاثنين. يا حبيبي انت ما تقدرش تعمل حاجه، مش قلت لك صغنن؟ اوعي إيه تكوني فاكره ان شلطة بيه هيسكت. هو ساب نجوى علشانك قبل ما يعرف حكايتها، لكن لما يعرف حكايتك انت عارفه كويس قوي هيحصل ايه. بس غنم ما تاخدي لي الكوبايه ومسايد. ما تاخدنيش يا حبيبي، ما بشربوش، قصدي لازم يفضل مخي صاحي. احسن برضو، واصل لازم حد مننا يفضل صاحي. خدي دي يا ابو سيد، بيعيها، بس خدي بالك دي اخر حاجه فاضله معايا، محامي لسه ما وصلش لاي نتيجه. يرضي مين انك تبيعي ذهبك؟ مش حرام وانت تقدري تجيبي قد اللي بعتيه 100 مره؟ دي اخر مره تتكلمي معايا في الموضوع ده، اتفقنا ولا لا؟ نورتي المكتب، بس شنطة بيه مش موجود دلوقتي، استنى جوه. انا جبت لحضرتك القهوة بنفسي. متشكرة قوي. Thank you.
سايبه مكتبك وبتعملي ايه هنا يا جيجي؟ يا سلام، وانا اللي جاي اعزمك على اغلى مطعم اتفتح النهارده. اتفضلي. ام سيد، ام سيد. عيون ام سيد، انا هنا يا حبيبتي جنبي. زي كبير ازازه وحاجه باكلها. منين يا حبيبتي؟ القرشين اللي جبناهم من اخر غويشه اتوكلوا على الله. سيد انا جعانه وعطشانه قوي. عينيا يا حبيبتي، هو انا برضه هسيبك كده؟ ده انا تحت امرك. كل قرش هتصرفيه عليا هتزورك بعد ما اكسب النيل القضيه دي. طلباتك يا حبيبتي براحتك، واحنا مستعجلين على ايه؟ يلا يلا روح يلا. والله عارف ناقص يقول اول حرف من اسمه عيسوي عبد الموجود شلاطه. اكيد ده ملعوب تاني من ملاعبها. يا شيختي، اللي كاتب الزباله دي راجل وماضي اسمه سالم عبد الرحمن. ده هيبقى استعلم لك عنه اسعاد الدين. تلاقي راجل اللي نايمين على ظهرهم وبياكلوا في حته محلوله، فالحين بس يلسنوا على الناس الكسيبه. على مرمه. عملت ايه في البنك؟ اهو يا صاحبي. طوروا دمنا على الصبح، جاتهم البلاوي. الاستاذ حسون ما كانش راضي، اترعب، قال لي ده ممنوع، ده ليه مسؤوليه، ده ده ده. قلت له ده ايه؟ ده تغني لي. رحت بصرف اموري معاه. بنت ما تجيش من سن ولادي، تضحك عليا انا. قال اه بيصلت على النبي. تلعبي عليا يا بنت الاراداتي. عليكي عايزه تلعبيهم كلهم، الفلوس اللي كنا عاملينها بحسابنا العمليه تاخديهم وتحطيهم في البنك باسمك وتستثمرينهم. الفلوس لازم ترجعي. امضي امضي بعينك يا جمالك، ده بالمصري وده بالاجنبي. يا بنت الحراميه، لو انت ما قلتيش غير ورقه واحده عندي، ورقة طباعة وكل حي حرف لحاله. اشربي يا اختي وتهني وتمتعي وانسي حكايه القضيه دي، ده هم وشرحه يطول، وهو المحامي قال لك ان القضيه هتطول، يعني معناه مش حطوا لي حاجه من شلاطه. يا دي الهنا يا دي الهنا، اول مره يرن من يوم ما جيتي. ايوه جيتي. طب انت فين دلوقتي؟ اديني العنوان. طيب طيب انا جاي حالا. الفيلم ده والورق ده في كل حاجه عن نشاط شلطه السري. وحش مجرم. اديهم لسالم، مفيش علم يقدر ينشر براحته. انا وانتي وسالم عايزين نخلص من شلطة، مع إن كل واحد مننا عنده سبب مختلف. من فضلك عايزة عربية إسعاف بسرعة. اتمشى شارع البصرة في المهندسين. يهمك يا معلمي، بلاء ان شاء الله. هرستي دي كمان، ده حتى الواحد عمره ما سمع عنها. بس اللي قدرت افهمه ان انا بقيت خالي شغل زي معلمي تمام.
معلمي لا حول ولا قوة إلا بالله، ده حتى ما بقاش يزعل من كلمة معلمي. معلمي معلمي لا حول ولا قوة إلا بالله. Yeah.